هلا لما الواحد بدخل حلب خلص يعني بتشاهد بقول خالص يعني مستحيل يطلع منه. يعني ما بحس إلا فوق البرميل ولا جنب القذيفة جنب الصاروخ، يعني مقدر لأي لحظة يموت. أنصر قائد زمرة بالدفاع المدني قاسم العلي، فريق باب النيرب، مركز باب النيرب. قبل الثورة كنت أشتغل بمحل فطاير. البرميل المتفجر عبارة عن برميل وسميك كتير بقلبه كله بارود، بحط براغي، صمن، حديد، برادة، بحط يعني كتير شغلات فيه مشان إيش؟ إنه تصير شظايا وتتفجر مشان هالعالم تتقطع. بحس البرميل لما نازل بحسه يعني نازل خلص بده ياخذني، وهذا قطع من جهنم يعني خلص بده ياخذني ما في مجال. أول شي بتطلع بتحوم بتطلع، يعني بس صار تجمع بتشطف البرميل، تستنى لبين ما يتجي هالعالم، تطالع العالم، تطالع من تحت الأنقاض تشلف الثاني. هلا من شي شهر طالعت واحد عايش، في شي ربع ساعة ما طلعنا عم نستناه ليشلف الثاني برميل الثاني. عملنا هيك طلعنا يعني قبل ما يشلف برميل الثاني، ورحنا عم بدور ولا لقيت واحد عايش، يعني يكون مالي ملحقه ل مدة 5 ثواني كان يعني كان مات. لما بتضرب أول برميل أنت بتعرف عمري رح تضرب برميل ثاني صح؟ طب أنتوا كيف بتقدروا تطلعوا بين البرميلين حتى تدوروا على العالم؟ ليش بتطلعوا يعني إذا بتعرفوا إنه في برميل ثاني بتطلعوا؟ هلا بنروح شو قد ما بنكون بنحسن، شو قد ما بنحسن بنحتمي، يعني ما انه بنحسن بنضل بنكمل شغل، يعني اذا في واحد عايش محتمل نضحي. عمري صار 22 سنه. ايمت صار؟ قد ايه؟ كم شهر؟ شهرين.